تتواصل في محافظة ديزور دورات تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الفئة ب التي تقام بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف، وذلك عبر عدد من المراكز المفتتحة في الريف والمدينة. أغلقت عندنا مراكز تدريس للفئة ب بكافة مستويات الأول والثاني والثالث. درسنا طبعا عندنا عدد المراكز المفتتحة لهذا الغرض 70 مركزا في كافة أنحاء المحافظة، ومنها 6 مراكز في مركز المدينة لتعويض الفاقد التعليمي لتلاميذ الفئة ب في كافة المواد الدراسية. دورة لفاقد التعليمي للفئة ب، فعدنا بالنسبة للمنهاج التدريسي قام يأخذون الدروس بكاملها بكامل الاختصاصات، يعني طلاب استفادوا منها بشكل كبير، فيعني كان إنه مستواهم يعني متوسط تقريبا نقدر نقول، أول ما أجونا ضعيف بعدين اتوسط، الساعتين مستواهم قام نقول عد جيد، فاستفادوا بشكل كبير من هاي الدورات. لقد ناخذ تقوية من جميع المواد، ويعني قد ناخذ دراسنا واستفدنا وصرنا نتعلم. احنا قام ناخذ هاي الدروس بس مشان تقوينا بكل المواد، لان بالزمان الماضي ما كنا ندرس، وهسه قام ندرس بالصيف مشان نتقوى ونعرف الكتابه ونعرف القراءه. تهدف هذه الدورات لرفع السويه العلميه لتلاميذ الفئه ب ومعالجه جوانب التقصير الدراسي لديهم، واتاحه الفرصه امامهم لتطوير مستواهم الدراسي وتحصيلهم العلمي وتحسين مخرجات التعليم. للإخبارية السورية براهيم الظلي، دير الزور.